عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة أيضا قناة ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس ضمن فعاليات وختام المرموم 2023 يوم الإذاع. الكاس الأول والكاس المفتوحة وذهب مع وقع مع شعار معالي علي بن حماد الشامسي. تهانينا البو مانع ولمحمد بن علي والمانع بن علي وأيضا الهداف هادف بن حمد بن حفصان المنصوري على هذا الأداء المتميز مع هذا الهدن ومع هذا المركاض ومع هذا الختام. مباشرة نسير بكم مع هذا الشوط، شوط الإذاعي جعادين، الشوط المفتوح، شوط البندقية، شوط المليون، شوط تسعيرة هجن العاصفة. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط اللي نرى اللي في المركز الأول في هذه اللحظات الشارد لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. ننتقل إلى المركز الثاني واللي على المركز الثاني مكلف على المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. وفي المركز الثالث أيضا هنا شعار هجن مرقم على العنوان الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع من الجانب الثاني، من الجانب الثاني اللي على المركز الرابع نشوف المخباط على المركز الرابع للسيد زيب بن راشد بن سيف الشامسي. المركز الخامس، المركز الخامس وصل شعار بن حماد قادم بقوة على ظهر سمران المانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي بإدارة علي بن سعيد الزرعي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، شوط البندقية، شوط الرمز، ولا زال اللي على مقدمة هذا الشوط الشارد، الشارد لا زال شارد حتى هذه اللحظات بشعار رجل المفاجآت، بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. يا سلام يا سلام يا بن نصرة، أشوف شوفوا الغادم، أشوفوا الغادم بهذه اللحظات، رشعار الصعب غادم بقوة على المراكز المتقدمة في هذه اللحظات. والم والم وهو والم محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث سمران مانع بن علي بن حماد الشامسي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ناخذ اللي على المركز الرابع مكلف اللي على ولا مخباط، مخباط لكن هنا 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 غدوم ايضا، غدوم من الاستجاري الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المخباط للسيد سيف سيف بن راشد بن سيف الشامسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. نرجع إلى شعار بن نصرة، شعار المفاجآت على ظهر الشارد، عصاته في الأبطان، أداء متميز منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يتطلع للبندقية للفوز بهذا الشوط بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. لكن والم والم وهو والم بشعار الصعب، بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المركز الثاني. المركز الثالث الاستشاري، في المركز الثالث الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع سمران على المركز الرابع في هذه اللحظات المانع بن علي بن حماد الشامسي. وفي المركز الخامس مخباط للسيد سيف بن راشد بن سيف الشامسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. والم والم للبندقية، يبي يسلم، يبي يسلم على هالي مرقم بمقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، شعار صعب المضمرين بشعار بو سلطان محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي مع والم على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الشارد على المركز الثاني لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري.
العامري وفي المركز الثالث الاستشاري على المركز الثالث الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الرابع المركز الرابع من الجانب الثاني سمران لمانع بن علي بن حماد الشامسي وفي المركز الخامس مخباط للسيد سيف بن راشد بن سيف الشامسي هذه النتيجة وين والم والم وين والم والم الأغرب للبندقية الأغرب يقول بالبندقية والم على المقدمة بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني مخباط قادم سيف بن راشد بن سيف الشامسي المركز الثالث سمران المانع بن علي بن حماد الشامسي المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات المركز الرابع قدوم على المراكز المروح للسيد حمد بن سالم بن نصرة العامري وفي المركز الخامس الاستشاري الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي روح يا راعي والم الجماعة قادمين الجماعة قادمين ها هو والم بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المقدمة الشقي قادم مع مضبوط وانت مضبوط يا حمدان يا بن سعيد يا بن يابر يبحث عن الرمز الثاني في هذا المهرجان قادم مع مضبوط مضبوط وهو مضبوط مضبوط وهو مضبوط يا سلام يا الشقي الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم يتقدم مع مضبوط لكن والم والم يقول انا والم والم للتحدي والم للمنافسة بشعار الصعب 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 ومضبوط الصعب والشقي الصعب وشيموم قادم شغموم قادم ايضا بقوة على المركز الثالث لكن والم مضبوط والم مضبوط والم مضبوط والم 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 ومضبوط مضبوط والم والم للبندقية يلا يا عبيد يا بن محمد يا بن سلطان يا بن مرخان الاجتبي البندقية في يدك البندقية ليدك تهانينا تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي سلام يا هالي مرغم سلام على فوزي والم ببندقية هذا الشوط المركز الثاني مضبوط حمدان بن سعيد بن يابر المركز الثالث المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث شغموم على المركز الثالث للسيد مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري المركز الرابع عفريت على المركز الرابع للسيد مبارك بن حسين